بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهارده هنتناول تمرين جديد على رسم المنظور، تمرين بسيط وسهل، بس زي ما احنا متفقين بنعمل استراتيجية نمشي فيها في رسم المنظور. هنبدأ من نقطة نقدر نتحرك منها زي ما طبيعي، نبدأ نعمل الجزء ده ونعمل الوش ده، بعد كده هنعمل البيضاوي اللي هنا ده أو نص البيضاوي اللي هنا ده، بعد كده هنكمل ونوصل لحد هنا. هنيجي لحد هنا هنقف، لأن احنا مش عارفين الخط ده طوله كام أو مايل لزاوية كام. فهنقوم جاي عاملين ازاي؟ حاسبين عرض الجزء ده قد ايه وعرض الجزء ده قد ايه، نطرحهم من بعض ونقسم على اثنين، ونقوم جاي ماشيين كده بمقدار المسافه دي وطالعين لحد الطول هنا وموصلين، ومن هنا بقى نبدا نتحرك ونرسم الجزء ده، وكذلك نبدا نتحرك ونرسم الجزء ده. بعد كده هنرسم الحته اللي فوق دي، بعد كده ننزل لحد ما نتقابل هنا وننزل بالجزء ده ونقفل الحته دي. تعالى كده بقى ما نشوف هنعمله ازاي. زي ما قلنا هبدا ادي النقطه الاولانيه بتاعتي، بعد كده قال لك هتمشي كده بمقدار 40 وتطلع كده بمقدار 8 وتقفل ال 40. بعد كده هتمشي بمقدار كام؟ قال لك نص قطر دي 16 وعرض الجزء كله 70، يبقى 16 هطرحه من 70 واقسم على 2، يبقى هي دي المسافه دي. بعد كده هحدد المركز ده على بعد 16 واقف واعمل السنتر لاين بتاعي. بعد كده هعمل البيضاوي بقى. البيضاوي زي ما شرحنا قبل كده، شرحنا اكتر من درس في ازاي تعمل البيضاوي ده، تابعه وهتلاقي فيه شرح الكلام ده بالتفصيل. بعد كده اعمل البيضاوي اللي هنا، بعد كده اعمل بقيه الجزء ده اللي هو قد ده، بعد كده اطلع من مقدار الثمانية وهقف بقى. هلاقي بقى هلاقي ان عرض الحته دي كلها 48 والجسم كله 70، يبقى 70 ناقص 48 على 2، واقوم جاي بالمسافه هتطلع لي امشي كده. بعد كده هطلع كام؟ قال لك المسافه دي 32 من تحت، يبقى تيجي من هنا تطلع 32 تقف وتوصل، وكذلك تمشي المسافه اللي احنا لسه قايلين عليها من هنا تطلع 32 وتوصل. بعد كده تقوم جاي ماشي كده بمقدار 5 وماشي كده بمقدار 5. 5 دي عرفتها منين؟ قال لك ده 48 وده 38، هترحم من بعض وتقسم على 2 هيديك ده مقدار 5. بعد كده هطلع راسي من هنا، هطلع راسي مقدار كام؟ قال لك الجزء ده كله 55، يعني لحد فوق كده 55. بعد كده هقفل الشكل اهو، وهتاكد ان الجزء ده عندي مقدار 38، لو ده 38 يبقى انت كده تمام. بعد كده اقوم جاي راجع كده من هنا ومن هنا بمقدار كام؟ قال لك الجزء ده بمقدار 40 والحته دي بمقدار 24، يبقى ال 40 ناقص ال 24 على 2، يبقى هديك الجزئيه دي. وتقوم جاي راجع كده لجوه، هترجع بمقدار كام؟ قال لك بمقدار 5. بعد كده تمشي مايل بزاويه 30 بمقدار كام؟ بمقدار ال 24 اللي احنا قلنا عليها هنا. بعد كده ترجع تاني من هنا ومن هنا بمقدار كام؟ بمقدار الخمس. بعد كده ترجع تاني لمقدار المسافه اللي احنا سايلين عليها هنا وتقفل الشكل بتاعك، يبقى انت كده خلصت الحته اللي فوق دي. بعد كده اقوم جاي نازل لهنا خط راسي، نازل من هنا خط راسي مقدار قد ايه؟ قال لك ارتفاع المسافه دي 32 اللي هي دي. بعد كده تقوم جاي مقفل الجزء ده بالمستطيل اللي هو نفس المستطيل اللي حجمه ده اللي هو عرضه زي ما قلنا عرض اللي فوق، وسمك الحته دي اللي هو 5، وبعد كده توصل ده وتنزل منها خط راسي. وركز بقى في ده، لان يعني خط راسي ده هو اللي هيظبط لك الدنيا. تنزل منها خط راسي، خط راسي ده مقدره كام؟ 35، هنزل ب 35 واشد كده خط مايل بزاويه 30، لحد فين؟ انا لسه ما اعرفش. بعد كده اقفل الجزء ده من هنا، وبعد كده اخد موازي لون من هنا، وكذلك اخد موازي لون من هنا لحد ما تقاطع مع مين؟ لحد ما تقاطع مع خط زاويه 30 اللي انا قايل لك عليه دلوقتي، تقفل الشكل ده. وبعد كده تقوم قافل الشكل ده بخط مايل بزاويه 30، تقفل الحته دي بخط مايل بزاويه 30، يبقى تاني هنزل من هنا بخط راسي بمقدار 35 وامشي مايل بزاويه 30. بعد كده هقفل الجزء ده واخد موازي لون من هنا، موازي لون لحد فين؟ لحد ما الخط اللي مايل بزاويه 30 اللي احنا لسه قايلين عليه يقفل معايا. بعد كده تقوم قافل دي بزاويه 30 وراجع قافل الشكل بتاعك. وما تنساش الحته دي، وكذلك ما تنساش الحته اللي هنا دي، وما تنساش الخط اللي هنا ده اللي هي التقفيلات البسيطه دي، وكذلك في عندك خط هنا مايل بزاويه 30 هنا. يبقى انت كده بكل بساطه خلصت رسم المنظور، دلوقتي تتنقل تشوفه من غير شرح بحيث تتضح معاك الصوره بشكل اوضح. كده يكون
انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.